نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كرويا. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في اتجاه آخر. يتقدم بثبات. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. ثاني اللاعبين مسددين. يلعبها مباشرة في منتصف المرمى. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ثم اللاعب الثاني يتصدى لها الحارس. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. فرصة التقدم بفارق هدفين. يلعبها في الجانب الأيسر. الآن الفارق ركلتين. ثالث منفذي الركلات. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، فرصة ليتقدم بهدف ثاني. يلعبها لكن تعود من القائم. الآن الدور على اللاعب الرابع. هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. ضربة مذهلة. الأرجنتين عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. الأرجنتين عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمامهم في المباراة موجودة. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. سددها بطريقة سيئة، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. وكرة ضائعة. لقد أهدر الفرصة، ضيع الكرة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداني أنه مستحيل التصدي لها. الأرجنتين لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. الأرجنتين، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. وكرة في القائم. لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ. ضربة ضائعة. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. حارس في منتهى التركيز يمكنها ببراعة. اللاعب التاسع في قائمة اللاعبين منفذين. يتصدى حارس المرمى للركلة. تألق الحارس في إنقاذ الكرة. إذا سجلها يمر فريقه. كرة رائعة. حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. المنفذ العاشر يتقدم الآن. تصدي غير عادي، حارس
خمس كألف إذا سجلها يمر فريق أب. هذه ربما تكون كرة الفوز، الآن قد يكتب التاريخ بأقدام. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملاء يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس بخبة كبيرة، تفوق على حارس المرمى الأرجنتي. لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. كرة ضائعة مرة أخرى، هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ كبيرة وكان في الميعاد. والآن الدور على محرز، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. الأرجنتين، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ أنهت هذه الركلة المباراة. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح بعد ذلك. أمر سيء دائما للفريق الخاسر.